الرباعي سارة سراب العمر مواليد 97 ايوه السكن أربيل بس أصل بغداد؟ صح أصل من بغداد ساكنة بأربيل ليش اخترتي مسابقة ملكة جمال العراق؟ مسابقة ملكة جمال العراق أحسها تمثلني بشغلة إنه يعني هي دلع الموضة وال يعني والمكياج واللبس وهيك شيء واني جدا يعني اتجي هيك مواضيع كلش احب هيك سوالف يعني شنو الهدف انت قلتي اريد اقدم هاي المسابقه شنو الهدف شنو تطمحي له اطمح له ان شاء الله اذا يعني حصلت اللقب وصار اطمح له انه اقدر اوصل صوت الناس اللي ما يقدرون يعني انه انا اذا اكون مشهوره راح اقدر اوصل صوت هوايه ناس ما يقدرون يوصلون صوتهم هم يعني الفئه اللي تستهدفيها اي النساء أكثر والأطفال. زين حياتي من هو من الشخصيات النسائية نقول العراقية وحتى إذا مو العراقية اللي أنت حابة تكونين مثلها يعني أنت مرات إحنا مثلا نعجب بناس نقول أطمح أنه أنا أصير مثل هاي الشخصية أنا أطمح أنه أكون مثل أنجيا جولي أنه هي كجمال تمام كل شيء مع كل هذا أنه هي تتجه الناحية الإنسانية نعم أوكي. كلش احب الموضوع بيه حبيبي موفقه قلبي شكرا فعندي سؤال يعني انت هسه يعني انت شايفه في نفسك انه انت توصل للمراحل المتقدمه بالمسابقه وعندك الامكانات اللي تخليك ملكه جمال العراق بالنسبه لي 80% اي يلا ان شاء الله ان شاء الله يلا حلوه الثقه يلا بالتوفيق شكرا